بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا الأعزاء، طلبة الصف السادس الابتدائي، يسعدني أن أقدم لكم شرح منهج Time for English First Term سنة 2023. ومعكم مستر محمد عبد الحليم من قناة English Skills. فضلا وليس أمرا تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديوهات، وبإذن الله نشرح لكم Unit 1. هجمع دروس الكلمات ونحل عليها الفوكابلري في فيديو، والجرامر والانجليش لانجوج او فانكشنز التعبيرات اللغويه في فيديو، ونحل لكم اسئله عليها ان شاء الله. واي سؤال تستفسروا عنه اكتبوا لي في الكومنتات باذن الله وارد عليكم ان شاء الله. ويلا نبدا في يونت 1 باذن الله. يونت 1، اسم الوحدة places we go يعني أماكن نذهب إليها. المين vocabulary يعني كلمات الرئيسية. أول كلمة places أماكن. what ماذا أو ما. daily يوميا. foreigners أجانب. mummy rooms يعني غرف المومياء. المتحف المصري the Egyptian museum. ساعات يعني hours يعني الاتش هنا في الكلمة دي silent صامت، يعني بنقول hours. جنيه مصري pound، أو ممكن نكتبها ال اي اختصار للجنيه المصري. أطفال children، لطيف يعني nice، ودي صفة. كيف how، مفتوح يعني open. مصريون يعني Egyptian. عندنا التي والاي والايه دي بتنطق ايه شا. فري يعني مجاني. كلمه لاي لطيف يعني نايس. فوكابلري اي ام يعني صباحا. بالغون او كبار يعني ادلتس. مساء بي ام. مسرح ثيتر. موظف استقبال ريسبشنست. وبرضو هنا التي اي او ان دي بتنطق شاء ريسبشنست. بالنسبه لتصريف الافعال ريجولار فيربس يعني افعال منتظمه. البريزنت يعني مضارع. بريزنت يعني ايه مضارع. وباست يعني ماضي. هيلب يساعد. لما بنخليه في الماضي بنزود له ايه الاي دي. اي دي بهلبد يعني ساعد. انكلود يشمل او يتضمن. الماضي بتاع انكلودد يعني بنضيف دي بس، طالما الفعل بينتهي بحرف الاي بنضيف له ايه الدي بس. الصف الثاني بريزنت مضارع. باست يعني ماضي. اوبن يعني يفتح. اوبن فتح. ثانك طبعا التي والاتش صوت الايه ثا. يشكر ثانكد. دي الافعال الشاذة، افعال غير منتظمة يعني شاذة، تحفظ كما هي. بريزنت مضارع برضو يستطيع يعني كان. الماضي بتاعها كود. كلمة كود برضو الحرف ال لا ينطق سايلنت. كوست يكلف. الماضي بتاعها كوست. هاف او هاز بمعنى يملك او يتناول. الماضي بتاع الاثنين دول هاد. بريزنت المضارع. الباست ماضي. هنا عندنا فيرب تو بي فعل يكون. المصدر بي. المصدر ايه بي انفينيتيف يعني. ام از ار دول ايه الافعال في المضارع يكون. الماضي بتاعهم ايه ووز او وير. وز للمفرد وير للجمع. جيت ان يدخل. الماضي بتاعها ايه جوت ان. نبدا بقى في ايه نقرا المحادثه مع بعض. المحادثه بين كريم وريسبشنست يعني موظف الاستقبال. بيتحدثوا عن المتحف المصري. جود مورنينج صباح الخير. ذا ايجيبشن ميوزيوم يعني المتحف المصري. هاو كان اي هيلب يو كيف اساعدك.
How can I help you? Hi, what are your hours? يعني ما هي مواعيد مواعيدكم أوقات عملكم. What are your hours? Hi, what are your hours? يعني ما هي أوقات عملكم. We are open. يبقى هنا الأبسطر في أرض اللي اختصار إيه؟ are يكون. We are open from 9 a.m. to 7 p.m. يعني فتحين من الساعة 9 إلى 7 مساء. Are you open on Fridays؟ يعني هل أنتم فتحين يوم الجمعة؟ Yes, we are open daily. نعم إحنا نكون فتحين يوميا. How بيقول لها how much does it cost to get in؟ كما الثمن تكلفة الدخول. It's 2 pounds for Egyptians يعني معناها 2 جنيه للمصريين and 20 pounds for foreigners و20 جنيه للأجانب. Children under 5 are free يعني الأطفال اللي تحت 5 سنين يكونوا مجانا ببلاش. يعني السؤال What does that include the math exercise على lesson 1 الدرس الأولاني بتاع الايه المتحف المصري. هنجاوبه معانا هنبدأ السؤال الأول. choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. What are your space نقط يعني وفي إجابة هنا بتقول from 7 a.m. to 9 p.m. في إجابات seconds يعني ثواني minutes دقائق hours يعني ساعات أو مواعيد ودايز يعني أيام. إيه الإجابة الصح؟ يبقى عندنا إيه hours زي ما خدناها في المحادثة اللي هي hours. والسؤال كله على بعض What are your hours؟ ما مواعيد العمل بتاعتكم؟ يبقى الإجابة الصح number C number 2 space نقط you open on Fridays اللي is ولا was ولا are ولا does. يبقى احنا عايزين verb to be اللي هو ايه are. ما ينفعش ناخد is لان is مفرد ويو جمع. number 3 how نقط does it cost to get in. طبعا هنا هنقول ايه عايز يقول الثمن تمن اللي تنفع ايه اوفن ولا ميني ولا ماتش ولا لونج اللي ايه اللي بتستخدم مع هاو ايه تسأل عن التمن. يبقى ايه جاوب حد عارف يبقى ايه ماتش ناخد ماتش او ماتش بتسأل عن التمن. نمبر 4 it's 20 pounds يعني 20 جنيه نقط foreigners عايزين نقول للأجانب هناخد حرف جر معروف فور ولا تو ولا اوف ولا ات اتس يبقى فور فور فورينرز. وي ار اوبن بيقول احنا فاتحين نقط 10 ام تو 7 بي ام احنا فاتحين عايزين نقول فاتحين من 10 الى ايه 7 مساء. يبقى عايزين ناخد حرف جر ايه فور فروم ولا فور ولا ات ولا تو. يبقى الاجابه فروم الاجابه صح فروم. هاب ا نوت دي لما واحد يقول لك مثلا اتمنى لك يوم سعيد او لطيف يبقى ناخد ايه الصفه ايه باد سيء ولا هارد ولا نايس لطيف ولا بيج. يبقى هي لطيف هاف يبقى ايه هاف ا نايس دي. نمبر 7 How can I not you؟ يعني عايز يقول له كيف أستطيع أساعدك أساعدك إزاي يعني. يبقى نقول read يقرأ ولا do يفعل ولا write يكتب. هنا في الكلمة دي ما بنقولش إيه ننطقش الدبليو لأن بعدها R نقول write ولا help يساعد. يبقى هي إيه الإجابة الصح help يساعد يعني كيف أستطيع أساعدك. How can I help you؟ نمبر 8 We are open احنا فاتحين except on holidays يعني ما عدا ايام الجمعة. يبقى عايز يقول ايه daily يعني يوميا احنا فاتحين يوميا
ما عدا أيام الجمعة. هنتدرب على للأسف أنت هنحل سؤال الباسج يعني القطعة. نقرأ القطعة ونجاوب عليها الأسئلة. القطعة بتقول last week يعني الأسبوع الماضي هدى and her father هدى وأبوها went to the Egyptian Museum ذهبوا إلى المتحف المصري in Cairo في القاهرة. It's open إنه مفتوح يوميا daily from 9 to 7 فاتح من 9 إلى 7. It isn't expensive مش غالي. expensive يعني غالي ليس غالي to get in لندخل المتحف. It's 2 pounds for the Egyptians 2 جنيه للمصريين and 20 pounds for foreigners 20 جنيه للأجانب. The children under 5 are free الأطفال اللي تحت 5 سنين مجاني. They saw the statues هم رأوا التماثيل كلمة التماثيل اللي بالأحمر دي and entered the mummy rooms دخلوا حجرات الموميا. It's a nice place مكان لطيف. They spent a nice time هم قضوا وقت لطيف هناك. They will go there again هم سوف يذهبوا مرة تانية and again مرة تانية. لما choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. طبعا هقول أنا بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تترجم وما بتعرفش تقرأ خالص هتعمل ايه ازاي تحل السؤال ده. رقم 1 هنقرأ الجملة دي ونشوف شبهها بندور عليها في القطعة. يعني مثلا هدى went to the Egyptian Museum هنجيب كلمة went ذهب إلى المتحف المصري في القطعة with وكلمة with مع بنجيبها هي ونفس الكلام في الجملة من النقطة للنقطة ونأخذ ونشوف الإجابة ايه. يبقى هدى ذهبت إلى المتحف المصري مع with هنا هدى وأبوها أهلي كلمة went ذهب وهدى ماشي مع المتحف المصري. يبقى عندنا كلمتين هي دي الإجابة الصح تلاقيها في الاختيار. يبقى عندنا فازر مع أبوها يبقى دي الإجابة الصح. طيب it costs إنه يكلف هنجيب كلمة cost في القطعة ندور عليها في القطعة ونشوف اللي بعدك يكلف كام وهي الإجابة الصحيحة. لو ما مثلا بيكلف 10 كوستس للأجانب وأهم شيء كلمة الأجانب دي يبقى ندور على كلمة فورينرز بنلاقيها فين فورينرز فورينرز يعني للأجانب. يبقى ناخد اللي قبلها كام هنا 20 20 يبقى 20 فين 20 يبقى الإجابة بي. برضو نفس الكلام في الأسئلة اللي هي العامة دي بنطلع الإجابة من السطر برضو بنشوف دي What are the museum hours نجيب كلمة hours وميوزيوم المتحف ما يعني مواعيد العمل بتاع المتحف ونجيبها. يبقى It's open إنه مفتوح يوميا من 9 لـ7 مساء هو ده الإجابة. يعني نقدر نحط تحت خط او نكتبها هنا مواعيد الميوزيوم نقول it's open مفتوح يعني نكتب باختصار بقى نقول from 9 to 7 from 9 to 7 PM مساء. طيب السؤال نمبر 4 What can you do at the museum ما تستطيع تفعله في المتحف. لو احنا هنجيب سطر او مثلا نفترض احنا هنجاوب السؤال ده ما نقولش كلمة الاستفهام عندنا فعل كان يستطيع لازم نحول يودي في اول الجملة الى اي انا ممكن نكون اجابة من السؤال نفسه نقول I ونجيب نعمل مقص كده يعني are you بتغيرها إلى I وتجيب بعدها can
يبقى كده قلت انت كتبت انا استطيع. افعل ايه في المتحف؟ ماذا تفعل في المتحف؟ هم رأوا، هاي الإجابة، رأوا التماثيل ودخلوا إيه؟ حجرة الموميا. يبقى دي الإجابة من أول هنا لهنا. ماذا يفعل في المتحف؟ الإجابة دي، أو تقدر تقول أنا أستطيع وتجيب المصدر بتاع السيارة. أنا أستطيع أرى سي ذا ستاتشوز and enter the museum. ايه وتجيب المضارع من دي I and enter and enter ادخل the mummy rooms. يبقى انا استطيع ارى التماثيل وادخل ايه حجرات ايه الموميا. نبدأ في السؤال الرابع اللي هو بنتويشن. البنتويشن علامة الترقيم. ضع علامات الترقيم في جمل الآتية. علامة الترقيم عند بنشرحها بالتفصيل برضو. نمبر وان، what are your hours؟ احنا نفهم هنا من هي، طبعا كل جملة تتحط لها علامتين من علامة الترقيم. نفهم من اول كلمة what ماذا، ده سؤال. يبقى في الاخر هنحط علامه كوتشن مارك، علامه استفهام، ولازم في بدايه الجمله، عشان بدايه الجمله الدبليو نعملها ايه، نكتبها حرف كابيتال، حرف كبير. يبقى لما نيجي نجاوب نيجي كاتبين الدبليو حرف كبير كابيتال وبقيه الحروف زي ما هي. وات ار يور اورز، هنحط علامة استفهام. وانت بتجاوب فرق الإجابة تجي حاطط شرطتين كده تحت الدبليو العلامات اللي انت عدلتها. طيب نمبر 2، وي ار اوبن اون فرايديز. هنا بنلاقي دي جملة، نعرف انها جملة، وده الحرف ده مكتوب كابيتال، نكتبوه زي ما نغيرش في حاجة. وي وار دي ار R نعمل علامة أبوستروف هنا، علامة أبوستروف عشان اختصار R. open ونحط تحتها شرطتين open on Fridays. وهي فيها نقطة هنا مش ناقصة أي حاجة. هنا يوم الجمعة ده عشان ايه يوم من ايام الاسبوع لازم نعملوه كابيتال، نحط تحت ايه شرطتين برضه. ايام الاسبوع بتبدا حرف ايه كابيتال، حرف كبير. نبدا ليسن 2 وير ذا تايم، الدرس الثاني. نرى الكلمات بابليك بيلدينجز اند ستراكشرز، مباني عامه وابنيه. سكول يعني مدرسه، library مكتبة، barber's shop صالون الحلاقة، bank hotel فندق، train station محطة القطار، post office مكتب البريد، pavement رصيف، bridge كوبري، theater المسرح. في كلمات هنا good صفة يعني جيد، أنا شو يعني عرض، thanks شكرا، careful يعني حريص، heavy يعني ثقيل، problem يعني مشكلة. بالنسبة للتصريفات الأفعال دي أفعال عادية، need يعني يحتاج، ده البريزنت المضارع، نخليها ماضي طبعا بنزود الـ ed في آخره، needed. بالنسبة للأفعال الشاذة، سيارة الماضي بتاعها سو رأى، ليت يدع الماضي بتاعها ليت.
نحل سؤال علامات التركين برضو براكتس. سؤال براكتس كان وي سي زاشو. طالما بدأت بكان يبقى سؤال، يعني هل تستطيع نحن نرى العرض، يبقى سي هنا نكتبها كابيتال ونعمل علامة الاستفهام. طيب هنا thanks for your help، شكرا لمساعدتك، هنكتب التي هنا كابيتال عشان بداية الكلام كده التي كده، وهنا فول ستوب في الاخر، وتعيد الايه الجمل هي هي، وتحط بقى طبعا شرطتين كده تحت ايه علامات اللي انت عملتها. ماشي. طب او السؤال الاخير على الكلمات، choose the correct answer. I went to the، انا ذهبت الى ايه، and borrowed start some books، واستعرت بعض الكتب. هنا بنستعير الكتب منين؟ school ولا station ولا office ولا library؟ يبقى الإجابة إيه؟ library، المكتبة. I went to the، أنا ذهبت إلى، to send a letter، لأرسل خطاب. بنرسل الخطاب فين؟ post office، bank، museum، library، في إيه؟ ال post office. Can we not the show؟ يبقى إيه؟ see، يرى. بعد كان خدوا بالكم استخدم المضارع، يعني اللي هو المصدر يعني. let not help you. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، الفيديو القادم إن شاء الله نتناول الجرامر ونحل تمرينات عليها إن شاء الله. وإذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وgoodbye and good luck.